اشتقنا لكم. هاي يا حلوين، كيفكن؟ اشتقنا لكم، رجعنا لكم فيديو جديد. والفيديو اليوم التحدي عن الرياضة. واو، اليوم احلى تحدي هو تحدي الرياضة، مميز جدا. شوفي بس عم تضحكوا؟ ضحكوا علي؟ لا لا، عيب السوم عليكم. على البابا؟ على شو؟ موضوع تاني. شو علي شيرين المجنونة؟ ايه عرفت عرفت. لا مو انت ضحكتك المجنونة بتيجي بدون اي شيء، بدون اي سبب، بدون اي سبب، يعني الكل بيعرفوا عندها كاريزما. يعني جايز اسفين كثير، عندها هي بتعرف عادتها شيرين اذا ما بتضحك فجأة ما بترتاح نفسيا. ستيلا بتاع المصاري، هي بس دايما بتفكر مصاري، ماني 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 ماني، انه بس تربح تاخذ الماني. حوشت كثير ماني بهالفترة ستيلا؟ ربحتي؟ اللي بتربح كثير بتاع عيد ميلادكم قربت. ها بس شيرين خلاص. يا حرب اختنا عيد ميلاد انجلينا وندرين. معك فقدان ذاكرة شي؟ اه لسه عم تحكوا علي. شوفوا كي جايز، خلي المشاهدة للأخير وشوفوا شو راح يصير. كل واحدة راح تعمل تمرين، وأتمنى أنتوا تقولوا تمرين مين كانت أحلى، وكمان بابا راح يدخل بالتحدي. تمرين مين أحلى واحدة من الثانية، وراح تخبرونا بالتعليقات مين اللي راح تفوز بالتحدي. كمان أنا اللي راح أشوف بالأخير، يعني بحكم عليكم يعني مشان تاخذوا ماني مو مشان شيء. لازقوا على التحدي ونشوف مين اول وحده راح نختار. غمضوا لي عيونكم، واللي ايدها بترفع لفوق هي بتصير دورها. يلا راح نبدا. غمضوا لي عيونكم بدون غش. اللي ايدها مرفوعه تنتين مع بعض راح يعملوا التمرين. 1 2 3 4 افتحوا عيونكم، شوفوا المفاجاه. نانوشي وانجلينا راح يعملوا كم تمرين؟ خمس. خمسة جاهزين لنا لكل المتابعين؟ خمس. يلا خمس تمارين جايز. هلا كمان البابا رح يكون معهم، وكمان رح يكون مع الفريقين الثانيين، ورح تقرروا بين الخمسة مين كانت تدريبة بالرياضة شيء مميز وحلو. إن شاء الله ينال إعجابكم. ولسكم جاهزين؟ لا. Yes. 3 2 1 let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا تمرين اللي بعده. انجلينا ضبطي حالك اكثر. يلا شدي حالك، تمرين بعد انجلينا. يلا خليكي قويه هيك بالرياضه. يلا 1 2 3. لا تستعجلي. 4 5 6. يلا انجلينا شدي حالك، ما بصير. 8 9 10. تمرين بعد انجلينا، تفضلي. يلا يلا انجلينا احكي. انت صرت مدرب؟ يس 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 يس. تمرين بعده. يلا دقيقة دقيقة بس بدي منكم لا تستعجلوا. عم دام المتابعين لازم يعرفوا كيف التمارين. زيد الانعدادات. اوكي 21 30. يلا التمرين الثالث. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمرين بعده. ليش وقت؟ يلا شو فكرت بس هني؟ لا تحكي عليه هون ماما، لا انا عم بقول حقيقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
ويل 30 40 50 60 70 80 90 بدنا نبدا 20 21 لا خلص التمرين كان هذا الاخير. هلا الرابع التمرين الخامس رح تبداو. عملتوا اربعه بدنا خمسه. ايش التمرين الاخير؟ يلا يا رياضيين يلا 1 2 3 واحد 3 لا كل مرة بنقول 1 شلون يعني؟ مامي غش يعني على اجرين بنقول تمرين ال 1 هيك بتخلص بسرعة. بدي اعذبكم شوي انا. يلا يا حلوين نبدا من جديد. يلا يلا 1 2 3 1 2 لسه خازق. يلا 3 4 5 6 7 8 9 10 عذبكم سوينا واحدة. يعني أنا بما أنه المصورة لكم ومعكم بالقناة يعني أسفة كتير. لا تزعلوا مني. قولي الصراحة ماما عادي. تفضلي. شو رأيكم أنتو؟ أنتو رأيكم؟ خلي المتابعين. لا لا بعرف بس أنتو شو رأيكم بالتمرينكم كان؟ تمرين بسيط خفيف. بسيط خفيف. للمسل الإيسي. يعني كان ممتاز جيد وسط. شو كان؟ هذا مشان الإنسان ما بيقدر يعمل كثير هيك تمارين. جيد ولا ممتاز؟ ممتاز. أوكي هذا رأيكم. أنتوا شو بتقولوا بتقرروا على ال؟ منقول يعني جيد هذا للإنسان اللي مثل ما بيقدر يتحرك. مبتدئين. إيه هيك يعني. أخذتي أكلتي. يعني هدول المبتدئين اللي هيك عم بيتعلموا بالدورة الجديدة يعني. أوكي I love you لألكن وفعلا كان ممتاز. جيد. أعطيكم امتياز وتفضلوا عدوا لمحلكم. شكرا لألكن. جاهزين؟ ايه. راح تكون مع الفريق كمان؟ مع كل الفريق. أوكي وانا مع الكل. 3 2 1 let's go. جهزوا حالكم. لا لسه ما بدأوا. يلا يا شيرين يلا لا تحكوا لوقت الرياضة. يلا راح أحسبكم أنا حتى 10. أوكي 3 2 1 let's go. يلا يا سامر قول 1 2. صعبة مو هيك ستيلا؟ حاولي تدري 3 على الطرف. هاي صعبة جايز الحركة هاي صعبة. 4 ستيلا قبل بابا عم تعملي. 5 ولي صعبة 6 يلا 7 عم ترتاحوا شي انتو؟ لسه اول تمرين يا شيخ. ايه عم ناخذ استراحه. 9 هذا مشان خطركم يكونوا هيك احلى. 9 10 كان التمرين الاول صعب جدا لكم. على التمرين الثاني ليتس جو ابداوا. مع بعض 2 مع بعض مع بعض ركزوا تخسروها. يلا 1 2 مع بعض. انتوا ما عم تعملوا حتى مع بعض. لازم تحسب يا شيرين الرياضة بتحسب. 1 2 3 مستعجلة شوي شوي شوي. يلا بداية أنا حاليا 0 ما عجبني. اوكي يلا كل تمرين بتقولي 1 هيك حتى 10. يلا يلا جينا خلص 1
صعبة كتير؟ بس ستيلا كانت عادية. هذا مشان نكون اوكي. التمرين الثالث يلا تفضل. يلا ابدأوا. 2 1 let's go. 1 ستيلا. Three. Stella. Four. Five. Yalla, start you. Six. Sabe. Seven. Seven. Eight. Yalla. Shbatiin entu. Nine. Ten. Yalla, umu. شو هدول هذا الفريق الكسلان. يلا 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 احلى من ابداوا. Nine, ten. Yes. تمرين الأخير. خمس. Okay. يلا تاو. One, two, three. وشو هاي؟ عم تخربطوا انتو. لا هذا الفريق كانوا. ماما شو؟ صعي يعني رياضكم صعي بس ما بغلطوا كثير. اوكي. 1 طولي بالك. يلا. 2 3 4 واو يلا. اوكي يلا. 1 2 3 4 بعدين 5 2 بدك هيك تكملوا. 3 4 صاروا ثلاثة. 1 أو واو صعبة هي. 2 3 4. 1 قولي 2 لا لكم انه والله 4 تمريناتكم صعبة. 1 يلا ستيلا اعملي 3 نظامية خليكي وليك. 4 صار 6. 1 2 3 4 سبعة. 1 2 3 4 ثمانية. 1 2 3 4 تسعة. آخر واحدة بسرعة. 2 3 عشرة. عشرة جايز وخمس تمارين لفريق ستيلا وسامر وشيرين والخمس تمارين لفريق كمان نانوشة وأنجلينا وسامر مع الفريق التنتين. جايز انتوا بتقرروا اي فريق طبعا مين او اي وحدة بيناتهم كان تدريبها حلو مميز. مشان ها؟ اكيد انت رح تقولي هدول التنتين. لا هدول انتوا كمان حلوين مميزين وهدول كمان حلوين مميزين. يعني مين كان تدريبها احلى؟ انا ما رح اقول فريق. متابعينا رح اقول مين كانت اكثر وحده كانت تعرف تعمل تمارين رياضيه. اوكي جايز هيك وصلنا لاخر فيديو. نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو. بنقول يوم جديد فيديو جديد. اشتركوا بالقناه حطوا لايك. باي باي.